جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف عين ميم صاد من اليمن، تقول: إذا عمل شخص عملية في عينه وظل ملازما للفراش شهرا وبضعة أيام لا يتحرك وممنوع من أشياء كثيرة كما قال له الطبيب، ولا زال الشاش مربوطا على عينه، وعندها يترك مرغما الصلاة، فكيف يفعل هذا الإنسان في صلاته؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. لا يجوز له ترك الصلاة، لأن الصلاة لا تسقط بحال ما دام عقل الإنسان ثابتا، ولكنه يصلي على حسب حاله. قال صلى الله عليه وسلم للمريض: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. الصلاة لا تسقط عن المريض ولو كان لا يقدر على الحركة، فإنه يصلي على حسب حاله، ويصلي جالسا إن أمكن، قائما إن أمكن، فإن لم يمكن فإنه يصلي جالسا، فإن لم يمكن فإنه يصلي على جنب. هذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان يستطيع الوضوء فإنه يتوضأ، وإن لم يستطع فإنه يتيمم بالتراب. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالمريض الذي لا يقدر على استعمال الماء يتيمم بالتراب ويصلي ولا يترك الصلاة وهو يقدر على ذلك. نعم.